السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نعمل لحمة العيد، عايزينها مشوية، عايزينها متحمرة، عايزينها طاجن في الفرن، او عايزينها كمان بالبصل. كل ده في فيديو واحد او كل ده في وصفة واحدة. تعال نشوف عملناها ازاي، وما ننساش اللايك. وكمان لو لسه منورين جديد في القناة فعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم مني كل وصفة او كل يوم وصفة جديدة. حطينا حلة على النار وحطينا فيها اي مادة دهنية، سواء زيت بقى، بس زيت طبعا يكون نظيف وطعمه حلو، او ممكن تكون كمان قطع كده من الدهون بتاعة اللحمة بتاعتكم، او ممكن معلقه سمنه او اي ماده دهنيه بتحبوه. وننزل كده باللحمه بتاعتنا. انا معايا هنا لحمه ضاني، طبعا غسلها كويس لان اللحمه بتتغسل عادي. بنعرف ناس بتقول ما بتتغسلش، بس انا بنغسلها عادي لو جايبها من عند الجزار. اخترت لحمه ضاني للزيت بالوصفه ديت عشان خاطر بتكون فيها نسبه دهون بسيطه كده زي اللي انتم شايفينها كده، بتدي طعم حلو للطاجن اللي هنعمله او لطريقه اللحمه اللي احنا هنعملها. فاختاروا اي نوع لحمه مش مشكله، كده كده احنا هنسويها شويه بشويه كده، وهنزود لها ميه وهنشوف هنعملها ازاي في اي نوع لحمه تنفع للطريقه دي او للوصفه دي. اول حاجه اديناها صدمه كده بعد الحله ما سخنت، وبعد كمان الماده الدهنيه اللي احنا ضايفينها ما سخنت معايا، اديناها صدمه كده حلوه عشان خاطر تاخد لون بني حلو، وده طبعا هيفرق في الطعم. شايفين اللون عامل ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاه. اول ما تاخد لون كده نبدا نقلبها على الجنب التاني، ونسيبها كمان لحد ما تاخد لون برضو على الناحيه التانيه. هو ده الكلام المظبوط. اول ما بدات تاخد لون نقلبها كلها على الجنب التاني كده. طب لو احنا عندنا كميه كبيره من اللحمه ننزل بيها شويه بشويه كده عشان الحله بتاعتنا ما تبردش، عشان خاطر تاخد الصدمه وتاخد اللون اللي انتوا شايفينه الحلو اللي قدامكم ده. تقدروا طبعا لو انت عندكم لحمه حمراء ما فيهاش اي نسبه دهون تنزلوا بيها برضو، بس الماده الدهنيه هتزودها شويه. ننزل بقى بكميه البصل اللي عندنا، وعلى قد حبكم للبصل او على قد ما بتحبوا البصل في اللحمه بالذات ضيفوا بصل براحتكم. انا ضايف هنا كان عندي كيلو، حوالي كيلو او كيلو وربع كده من اللحمه الضاني، ضيف عليهم حوالي اكتر كمان من نص كيلو من البصل، يعني نقول مثلا كيلو ربع من البصل كمان. في كميه البصل هتهدى دلوقتي، اول ما تدبل كده مش هتكون واضحه معايا في اللحمه، بس بتديني طعم وريحه وكمان حلاوه للطاجن ده بطريقه رهيبه. البصل بالذات مع النوع اللحمه ده بالذات مع اللحمه الضاني بيكون طعمه حلو. ننزل كده بكام فص توم برضو، ونقطعهم كده شرايح او دوائر صغيره، او ممكن نفرمهم في المفرمه كده. المهم انا عايزه ريحه التوم تطلع بعد ما بنشوحها كده بالبصل، تاخد كمان تشويحه بالتوم. فصين بس صغيرين كده ما نكترش، ونديها تقلبتين حلوين بالبصل. شايفين البصل بدأ يدبل ازاي؟ كمان نص كيلو البصل او اللي انا حطاه مش هيكون في الطاجن باين في الطاجن كبير، فممكن تضيفوا بصل اكتر من كده زي ما تحبوا. تمام كده، لسه ما تبلناش ولا حطينا اي توابل ولا حطينا ملح، هي عبارة بس عن تشويحة حلوة بالبصل والتوم وخلاص. نرجع بقى لمفهومنا تاني. لو عندكم لحمة حمراء ممكن تعملوها كده على الني، تعملوا بصل شرايح زي اللي انا عملته، وتتبلوها بملح وفلفل وسنة بهارات، وبعدين تخلوها كلها على الني كده وتدخلوها التلاجة لمدة مثلا ساعتين تلاتة كده، تشرب من البصل ومن التتبيله والبهارات اللي عليها، وبعدين تدخلوها في الفرن او تسووها على البوتاجاز براحتكم من فوق. دي طريقه تانية برضو. هنا بقى بعد ما اخد التشويحه حلوه مع البصل والثوم، بدانا نتبل نص معلقه صغيره من الفلفل، نص معلقه صغيره من البهارات او سبع بهارات، ورقتين من اللورة، الملح طبعا بتظبطوه بقى لما تخش في التسويه كده، ورشه جوزة الطيب. جوزة الطيب كده مع اللحمه دي بالذات بتديها طعم رهيب. اللحمه دي تعتبر مشويه، متحمره، كباب، طاجن في الفرن، هي لما كل الاصناف دي في صنف واحد، بس في الاخر بتديكوا طعم فظيع. تجلبتين حلوين كمان مع البهارات. هي كده كده اللحمه اللي عندي ضاني فمش بتاخد تسويه كتير، فتشويح بس كده بسيط. كل ما نلاقيها كده نشفت من الميه بتاعتها ولسه ما استوتش، هنزودها نص كوبايه ميه بنص كوبايه ميه كده لحد ما تستوي معانا. عايزين نكمل تسويتها على البوتاجاز براحتنا، عايزين ننجلها في طاجن في الفرن برضو براحتنا. انا عن نفسي هندخلها طاجن في الفرن علشان خاطر تاخد من ريحه وطعم الفرن. هو سبحان الله في سر كده بين الطواجن ديت وبين الفرن، بتاخد ريحه وطعم رهيب. نقلتها بقى، كان فاضل لها حوالي مثلا نقول ربع ساعه كده وتخلص في الفرن. زودت لها طبعا نص كوبايه ميه كمان على بال ما تستوي معايا كمان، ونقلتها في الطاجن، وبعدين هندخلها الفرن معايا. كميه البصل ما شاء الله مش واضحه لان هي دبلت بحالها، ممكن تضيفوا كمية البصل زي ما قلت تضعفوها اكتر من كده، وندخلها في طاجن كده في الفرن. هي مش عايزه اي حاجه، بس على بال ما تكون اخدت لون حلو هتكون كملت تسويتها كده في الفرن. وزي ما قلت لكم لو حابين تدخلوها من الاول في الفرن او تكملوا تسويتها على البوتاجاز برضو براحتكم. عملت جنب منها كده طاجن ورق عنب، وكمان طاجن رز معمر. بصوا مفيش احلى من ده في العيد، الرز المعمر وورق العنب او اي نوع محشي جنب طاجن اللحمه ده بيكون فظيع.
طبعا في انواع لحمه بتتعمل كتيره، في انواع لحمه مشويه، وفي انواع تانية باللي هي الفخذ على بعضها. كل ده ان شاء الله هنحاول نعمله معاكم، بس هيكون في ايام العيد بقى، مش هيكون قبل العيد. حضرت طاجن رز المعمر، بنملى نص الطاجن رز، بنغسله كويس، وبعدين نغطيه باللبن ونظبط الملح بتاعه، ونكمل باقي الطاجن ميه، وندخله الفرن على طول. ما بنحطلوش سمنه غير بعد ما بيتشرب ويدخل ويطلع كمان عامل وش حلو كده، ويكون استوى معايا. كل الثلاث طواجن دول ما شاء الله هندخلهم بقى الفرن معايا. نظبط بس الميه كده، والفرن كان متولع وساخن طبعا على درجه حراره عاليه. هندخل الثلاثه على الفرن مره واحده، ومش هياخد مننا وقت. جربوا اللحمه بالطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما تعملوا حاجه كده في المطبخ، سموا الله كده واذكروا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وان شاء الله حاجتكم تكون كلها فيها بركه وتخلص ما فيش فيها ولا غلطه. نغطي الطاجن الحلو ده عشان خاطر يكمل تسويته، وقبل ما يستوي بحاجه بسيطه كده نرفع الغطا ياخد لون من فوق. شايفين اللحمه استوت والرز والمحشي وكله تمام، ما خدش مننا وقت. كل سنه وانتم طيبين. طبعا بمناسبه العيد الكبير ده، العيد بتاع اللحم، فمش شرط نأفور كده في كميات اللحم، بس نعمل اللحم على مدار يومين او ثلاثه باشكال واصناف واطعم مختلفه. مش كل يوم نعمل نفس الطعم ونفس الطريقه، لا نحاول ننوع شويه. شايفين شكل الطاجن بتاع اللحمة عامل ازاي؟ لسه عامله لكم كمان من قريب، بصوا فظيع. وطاجن الرز الحلو ده، وطاجن المحشي بتاع العنب او ورق العنب، ما شاء الله كلها طواجن حلوه. الطواجن دي بنعشقها عشق كده، مش ندمانه اني جبتهم، وفعلا بيخلوا الاكل طعمه حلو ومختلف عن اي حالة الالومنيا او حتى المستوى على البوتاجاز، بيخلوا الطعم رهيب. هنا طاجن ورق العنب بقى، بألف هنا وشفا ليكم لو جربتوا طعم اللحمه دي بالذات. وسلام بقى لو طفيتوا فيها فحميه كده بعد ما تطلع من الفرن، شموا بقى الريحه والطعم مفيش بعد كده. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وتقولوا رايكم في التعليقات. اشوفكم بقى على خير في فيديو تاني، وان شاء الله هتجربوا الوصفه دي وهتعجبكم باذن الله، انا متاكده. واستنوا مني وصفات تانية ان شاء الله للعيد، هنحاول نعملها لكم قريب باذن الله في ايام العيد، وممكن تكون في وصفه كمان تنزل لكم بكره قبل العيد ان شاء الله. اتمنى تجربوها بالطريقه دي. وشايفين اللحمه كمان دايبه دوبان كده زي الزبده كده، البصل كمان بقى مهري كده، بقى زي الصوص كده، يتاكل مع الرز الابيض مفيش بعد كده في الحلاوه والجمال. هنا كمان طاجن ورق العنب، جربوا اللحمه بالطريقه دي وقولوا رايكم في التعليقات. اشوفكم بقى على خير في فيديو تاني، واسيبكم في رعايه الله، وكل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.